انتظر شوية ونبدي. أول شيء صورة واضحة يا شباب. أول شيء واضح دكتور بلي. أول شيء هذه نورمال كيدني. هذه بها رينال سيست، سمبل رينال سيست صغيرة. نورمال كيدني بها لابيوليشن، وهذه الكاستكشن مالتها اكو كابسول، وبعدين يجينا الكورتكس اللي هي مكان موجود به الجلوماريولاي، وبعدين تجي عندنا الرينال بابيلي اللي هي مكان الكولكتنج داكت، وبعدين عندنا رينال كاليسيال سيستمز، وراها تجي الرينال بلبس. دقيقة دقيقة ما سوينا ريكورد. بس ننتظر الريكورد يشتغل. فالكدني نورمال ياكل بها لابيوليشن، وعندنا بالكت سكشن متكونه من رينال كابسول، وراها رينال كورتكس اللي متكونه ب اللي موجوده بالجلوماريولاي، وعندنا رينال بابيلي اللي مينلي كونتين ذا كولكتنج سيستم، بعدين رينال ماينر كاليسيا سيستم، وبالنهايه عندنا رينال بلبس. الهيستولوجي عندنا مين هاي الجلوماريولاي اللي هي عبارة عن artery food ويتفرع، وعندنا تحيط بالجلوماريولاي visceral parietal layer visceral layer و parietal layer، وبيناتهم البومانس كبسول اللي من خلاله يصير ال filtration of urine. عندنا collecting duct renal tubules اللي هي cuboidal، وكو in between اكو interstitium. بدأت تظهر هنا واضح زين. ناخذ شي اكزامبلز من سيتستابيز. هذه شنو؟ هوست شو كدني فيوجن باللور بول كونجنتال انومالي، عادة اسمتوماتيك ما بيها كومبليكيشن الا اذا صار عندي مشكلة اخرى. هذه شنو؟ هذه دبل يوريتر كدنيز، طبعا هذا كليته اوتوبسي، بايلاترال دبل يوريتر. فعندنا دبل يوريترز نازله من الكدني وداخله الى البلدر، another congenital anomaly. عاده patient هم asymptomatic، لا مرات يصير عندهم infection، مرات يصير عندهم stone formation، بس بشكل عام يكونون asymptomatic. هذه الصوره بها هذا الكدني بها two renal cysts، واحده كبيره وواحده شويه اصغر من عندها. هذه simple renal cyst، simple renal cyst، large cyst عادة بيها clear fluid وما مسوي ما مأثر على renal function، فنسميها simple renal cyst. هذا CT scan شوف هاي simple renal cyst اللي بيها homogeneous fluid، ما عندي growth داخلها
على مود انه افكر ممكن تكون هذه شنو تيومر. فاذا سمبل رينال سيست اللي تصير ايضا كومن ديس اوردرز وعاده ما لها كلينيكال سيجنفيكت اذا ما مسويت لي ضغط على الكليه. اذا صار اذا لارج انه مسويتين اثرت على الرينال فانكشن لازم نسوي سيرجيكال انترفنشن. هذه الصوره اللي على اليسار بول ادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز. ادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز شوف مالتيبل لارج سيست عاده انكريز بالسايز اوف ذا كيدني. تقريبا الكيدني النورمال توصل حج وزنها تقريبا 200 150 الى 200 جرام. بالادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز توصل حجمها 3 الى 4 كيلوغرام. فمالتيبل سيست وتشوفون ما عندنا بقى ما عندنا كورتيس ميدولا رينال بابيلي ستراكشرز مال كيدني مال كيدني كلها صار بيها ديستراكشن. فعادة البرزنتيشن قد يكون هيماتوريا قد يكون هايبرتنشن وقد يكون رينال فيلر وممكن كومبليكيشن مالتها ممكن تتحول الى رينال سيل كارسينوما مثل ما اخذنا المحاضره السابقه. وممكن يصير وياهم سب اركنويد هيموريج بيشنس عند سي في اي لانه صار عندنا انيوريزم بالسيركل اوف ويلس. نفس الشيء تلاحظون انه بالسي تي باي لاترال كيدني انفولد اثنيناتهم اليمين واليسار و مالتيبل سيست مبينة بال سيتي. الانفنتايل او الاوتوسومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز شوف هنا مالتيبل تايني سيست كلش صغار السيست يعني ان مليمترز حجم السيست الوحده بس لكن نيومرس فيري فيري هيوج نمبر. لذلك الكيدني تكون يسموها سبونجي تكستشر يعني مثل الاسفنجه. الميكروسكوبيكال فيتشرز مالتها تشوفون مالتيبل سيست وايضا ريبليسينج ذا نورمال ستراكشر اوف ذا كيدني يعني ما عندي كورتكس وميدولا بسبب المالتيبل سيست لايننج اوف ذا كيدني. فاذا انفنتايل اذا بايلاترال يصير عند الطفل رينال فيلر ومرات وياها يصير عندهم سيستيك ليجنز بالليفر او بالبلياري تراكت. هذا صورة اكس راي. هاي الاكس راي يسموها بايلوغرام. بايلوغرام شنو بايلوغرام؟ يعني انا البيشنت اعطي اي في كونتراست ماتيريال وهذه الكونتراست ماتيريال راح تطلع يصير بها اكسكريشن بالكدني وتبين بالاكس راي. فهذا عندنا بازايكو يوريتيريك ريفلكس. شوفون بلادر مليانه وال ال صار عندنا dilatation of the ureter وصاعد وين إلى renal pelvis. هذا إذا not treated will end in chronic pyelonephritis and renal failure. Acute suppurative pyelonephritis. Acute suppurative pyelonephritis خلينا نشوف الجروس بعدين ننتقل للميكروسكوبيك. ده نشوف كيدني موجودة اكو كورتكس اكو رينال بابيلي موجود اكو رينال كالسيو سيستمز واكو رينال بلبس. لكن شنو نشوف اذا تتلاحظون اكو مالتيبل تايني يلوش ديسكلوريشن. هذه وحده هذه وحده هذه وحده مالتيبل تايني يلوش ذني مايكرو ابسسز. مايكرو ابسس بسبب الاكيوت سوبيراتيف بسبب الاكيوت سوبيراتيف بايلونفراكتس يصير عندهم مالتيبل abscesses. Then, شنو الفيت؟ شنو الكومبليكيشن مال الاكيوت سبتر؟ قد البيشنت يصير عنده سبتيسيميا، قد البيشنت يصير عندنا بيرينفريك ابسس. بيرينفريك ابسس دائما دار الكدني، قد يصير عنده بايلونفرايتس يصير الابسس داخل الكدني وقد يتحول الى كرونيك بايلونفرايتس. لكن اغلب الحالات with good treatment, good hydration يصير عندنا complete resolution of infection. مايكروسكوبيك ليش حنشوف؟ عندنا جلوماريولاي. اول شيء تجيكم الصوره شلون اعرف انه هي كدني؟ ادور على جلوماريولاي. عندي جلوماريولاي عندي رينال تيوبيوز وده نشوف هنا انفلتريشن اوف اكيوت انفلاماتوري سيلز زائد ويا شنو هيموريج اكو ار بي سي. فاكو انفلتريشن اوف اكيوت انفلاماتوري سيلز مينلي نيتروفيل ويز ار بي سي انديكيتنج اكيوت سيركيوليتيف انفلاميشن. Chronic pyelonephritis. Chronic pyelonephritis هي end process of two things. أما vasicular enteric reflux أو obstructive uropathy. بالحالتين عندي deformity of the kidney صار بيها مثل dilatation, diverculation
هذا الاوتر سيرفيس مالتها، وهذا الانر سيرفيس نشوف متدمر الرينال كاس، هذا الكاليسيس ما باقي شيء، الكورتكس ما باقي عنده شيء، صار عندنا دايليتيشن اوف ذا رينال بلفيس وماكل الكدني كليته بشكل كامل. الكرونيك بايلونيفراتس ايش حنشوف بالماكروسكوبيكلي؟ اول شيء نشوف كرونيك انفلاماتوري سيلز mainly lymphocytes and the plasma cells. نشوف fibrosis. هذا fibrosis. هذا fibrosis. هنا عندي fibrosis اللي هي tiny wavy pinkish lines. fibrosis. ونشوف إذا تشوفون هنا داخل ال renal tubules عندي هذه plasma cells. واضح هاي plasma cells. هاي plasma cell. هذه plasma cells. فإذا عندي chronic inflammatory process. عندي fibrosis وscarring بالkidney. وممكن يصير عندنا في شيء سميناه thyroidization. thyroidization هذه بأسفل الصورة اللي على اليسار، إنه يصير عندي dilatation of renal tubules to milli protein materials فتشبه thyroid follicle، يسموها thyroidization of the kidney يصير بالchronic pyelonephritis. X-ray أيضا pyelogram X-ray وpyelogram، وايضا عندي فيزيكال ريتيرك على دايليتيشن اوف ذا يوريتر اند ذا بلفس فاكسبانشن، وعندنا صاير في شيء نسميه بلانتنج اوف ذا رينال كاليسز، يعني الرينال كاليسز اللي هي عاده مثل القمع راح تتوسع بسبب الباك فلو اوف يورين. هذا شنو؟ هذا رينال سيل كارسينوما، هذه الكدني، هذه الماس اقلي ماس yellowish in color بسبب lipid content، اكو بيها cystic dilatation، اكو hemorrhage and necrosis. This is يمشي اكثر ويا ال renal cell carcinoma اللي قلنا يصير عادة بالadult old age male. The renal cell carcinoma most commonly present histologically as a clear cell، فهذه clear cell خلايا واضحة distant cell membrane prominent in nucleus well organized as the tubules، ما عندي ذيك البوليمورفيزمز اند انفليجيا، ما عندي كلش قليله. بعض الحالات هذا الشكل 80%، بعض الحالات تجي كلرد تيومرز مثل الكروموفوبيك سيمي كروموفوبيك رينال سيل كارسينوم. هذا ويلز تيومر، ويلز تيومر قلنا يصير بالتشيلدرن أقل من 5 سنوات، excellent prognosis، may present as mass or hypertension or pressure on the nearby organs مثل ال GIT، يسوينا GIT obstruction، يجي as tiny gray mass well lobulated. لاحظوا فرق عن الكدني، عن الرينال سيل كارسينوما، ما عندنا cyst، ماكو hemorrhage، ماكو extensive necrosis. ومن يشوفها باللايت مايكروسكوب قلنا small round blue cell tumor، small round blue cell tumor. وقلنا الاسم الداخلي الولز تيومر هو نيفروبلاستوما، نيفروبلاستوما. round blue cell tumors عندنا epithelial component، عندنا glomerular component. هنا بهذه الصوره واضحه بس اكثر شيء ميل لي round blue cell tumors، اكو كانما glomerular and tubules سميناها abortive glomerular and tubules، يعني not well developed and formed. هذا transitional cell epithelium normal، هذه bladder، هذه submucosa، transitional cell epithelium multiple layers benign، ما زيد عندنا عن 6 أو 7 بالnormal. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بالmalignancy، عندنا two pictures، واحد papillary formation، واحد carcinoma in situ. هذا carcinoma in situ increase in the layering، واحد loss of orientation يعني cells haphazardly arranged، ممكن نشوف hyperchromatic nucleoli، ممكن نشوف pleomorphism يعني خلايا تختلف في حجمها، ممكن نشوف mitosis. فهذا هنا الصورة الأولى اللي على اليسار هي carcinoma in situ، والصورة اللي على اليمين هو papillary projection of the tumor، fibrovascular core، multi-layering of transitional cell epithelium اللي يصير بالرينال سيل كارسينوما. والان اتوقف عن العمليه، اذا عندكم سؤال راح ابدي ورا هذا، راح ابدي اسوي امتحان شفهي. اول شيء عندكم سؤال على العمليه؟
العملي بسيط، أكثر شيء شرحناه بالنظري، تباعون هذه الصور وأيضا الصور اللي موجودة بالنظري أيضا تباعوها. أكو سؤال أو استفسار؟ زين. زين هسه أنا راح على أسماء راح نمشي، فإذا أصيح اسمه يجاوب. أول شيء بدور حسين جاسم. نعم دكتور. بدور موجودة؟ نعم دكتور موجودة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تسلم دكتور. زين اقول لي انت اشتغلت ابراج في الفصل الاول، ما امتحنتي عملي بوقتها مو؟ لا ما امتحنت لا النظري ولا العملي، يعني مؤجلة. سويت اجازات وما فيه. تمام. زين بدور جاهزة سألك؟ تفضل دكتور ان شاء الله. زين ان يو جريت سيستيك رينال ديزيز، يعني الكوزز استعداد رينال سيستيك ديزيز شنو تعرفين من عندها؟ الادلت والبوليسيستيك رينال ديزيز والتشايلد. زين بعد والرينال سيستيك ديزيز وبعد امثله بعد. زين شنو فرق الادلت عن الانفنتايل؟ الادلت يكون السيست يعني تكون اكبر تقريبا 3 الى 4 سنتيم من دياميتر، بينما التشايلد لا تكون اقل، يعني تكون صغيره سمول وراوند. بعد ما ادري حد يعني هذا ذكره. زين ها هي بدور. شكرا عيني. عفوا. زين هسه نروح زينب هيثم. نعم دكتور. زينب شو اسألك؟ زينب حاضر محاضرات مال اليوم الصبح؟ اي حاضرته. زين شنو الفرق بين الورمز تيومر والرينال سيل كارسينوما؟ الورمز تيومر يكون هو اكثر شيء بريزنت في الشيلدرن، يكون يجي الطفل 5 سنوات عمره، او ممكن يكون بايلاترال اعراضه. زين وين رينال سيل كارسينوما؟ رينال سيل كارسينوما تجي اول شيء العمر بال old age. شو يصير عندهم symptoms؟ abdominal mass وال distance بال هم تيجي الهيماتوريا مرات ودول بين. يعني شكرا جزيلا. إيهاب محمد. سارة جعفر. نعم دكتور. زين سارة شنو هي أنواع الجلوميرولونيفرايتس اللي تصير بالتشيلدرن؟ تتذكرين؟ زين سارة تسمعيني؟ اي نعم دكتور فصل النت. بس السؤال شنو كان؟ سارة
فسارة شنو أنواع glomerulonephritis تصير بالتشيلدرين؟ دكتور المينيمال تشينج ديزيز اي بعد وال النفروباثي البرجر ديزيز لا مو البرجر ديزيز بعد ياهو يصير عندهم تونسيلايتس المال ستريبتوكوكال بوست ستريبتوكوكال زين المينيمال تشينج ديزيز البيشنت شو يصير عنده ساينو سيمبتومز دكتور يجي انه هو عنده نوع يكون الجلوميرولا تكون نورمال بس تكون عندنا البودوسايت بالالكترون مايكروسكوب تكون ديفيوز اي بس شو يصير عنده شنو البرزنتيشن مالته دكتور يكون هو نون بلوريفيراتيف يعني يكون نفروتيك سيندروم تمام شكرا ساره يعني عفوا دكتور شكرا عماد شكرا عماد شهد عامر شهد عامر دانيا نصر نعم دكتور دانيا دانيا قال المحاضرات الأولى والثانية نعم دكتور زين أكو عندنا في شيء اسمه rapidly progressive glomerulonephritis نعم دكتور شلون يصير شو يصير عنده أعراض البيشنت شو يصير عنده البيشنت يصير عنده هذا الكريسنت ديبوزيشن يصير عنده بين البرايتال لاير وبين الفيزرال لاير زين بس اعراض شو يصير عنده هذا احنا بالنسيج حنشوفه هيك بس شو يصير عند المريض يصير عنده اوليجيوريا اعتقد تمام شنو يعني اوليجيوريا يعني يصير عنده يعني reduced urination تمام هي صار تمام شكرا نبأ عباس نبأ عباس يونس عدنان يونس نعم دكتور موجود يونس اي تمام دكتور تمام يونس بالبلادر سيل كارسينوما تمام تمام بلادر سيل كارسينوما شنو الهيستولوجي مالته شنو يطلع يا نوع من التيومر يصير يعني شنو شو نسميه التيومر كونكتور ابيثيليوم ما عندك دكتور زين شنو شو يصير عنده سيمتوم تتذكر؟ بيشنت اذا عنده بلادر كارسينوما شو ممكن يصير عنده ثاني سيمتوم؟ شلون يجي للطبيب؟ زين اوفق من هذا اكو في شيء اسمه اي جي اي نفروباثي تتذكره؟ أكو في شيء اسمه IgA نفروباثي تتذكره؟ إن شاء الله دكتور. زين. بالIgA شنو هو هذا؟ تحكي لي عليه شوية. شو تتذكر عنه؟ اللي هو يكون اللي present commonly with the hematuria. hematuria زين. شلون أشخصه؟ إيش راح أشوف باللايت مايكروسكوب؟ زين هذا من يونا على البروليفراتيف لو لنانا بروليفراتيف نفرو نانا بروليفراتيف نانا بروليفراتيف زين شو شخصه يا
الاحداث على مدى الشخص هذا بالذات. عندك ماكو مشكلة. سجاد مكي سجاد مكي سيف الدين سعد سيف الدين سعد آه محمد علي. نعم دكتور. طه شلونك؟ زين الحمد لله. مين تريد أسألك؟ كيفك؟ زين. تقدر تعدد لي congenital renal disease اللي أخذناها؟ نعم دكتور. أول شيء renal agenesis. تمام. والhorseshoe kidney. تمام. والectopic kidney. تمام. أو... اوكي زين طاها الجلومرين فراكتس نعم البوست ستريبتوكوكال ايه شي يصير عند المريض اعراض شلون يجي المريض ال نفروتيك سيندروم الأعراض مع نفروتيك سيندروم أو أنا بسألك إذا تسألني هذا جواب أو مو جواب تقول لي فلان شي صار عنده شي صار عنده البوست ستريبتوكوكال الهيماتوريا صار عنده هيماتوريا وبعد ما هذا ذكره طه يا طه زهراء علي درويش حامد خالد حامد خالد نادين حسين علاوي زينة أحمد كاظم زينة ماجد نعم دكتور زينة شلونك بالكويز؟ الحمد لله دكتور. قد اخذتي؟ يعني اخذت 14 اللي السؤال مال الرينال ادمينسيس ما انتبهت على الخيار وكتبته بالاذر. زين. زينة ليش اليو تي اي مور كومن ان فيميل؟ بسبب تأثير الهرمونات و واحد بعد. هو يعني هي بشكل عام الانفكشن تكون يعني مور كومن ان فيميل اي ليش كون اليوريتر يكون اصغر مور شورت يوريتر زين كل زين وقلنا هرمونات وبعد المياه شنو عندي اشياء تحميه ما عندك تساعد ها يا زينة شكرا سارة عبد المنعم سارة عبد المنعم سعد صالح صفا حيدر
رفاع حيدر. سارة رسول. سارة سمير. سارة عصام. سارة محمد. نعم. شنو اسمك؟ شهد عامر. زين، بس دقيقة شهد. زين شهد، شلون نفرق، شنو فرق الفوكال سيجمنتال جلوميرولس كروسز عن المينيمال تشين ديزيز؟ زين زين، هو احسن بالبروجنوسيس من زين زين، شلون تجي البارانيوبلاستيك سيندروم بالرينال سيل كارسينوما؟ تمام، شكرا شهد. يعني كم نامق؟ نعم دكتور. أمس نعمق؟ إي إي. أمس إيش قلت؟ شلونك بالكويز؟ والله زين الحمد لله. زين. شمس. إي دكتور. بالبوست سبتوكوكال جلوميرولي نفرايتس أو بوست انفكشنز جلوميرولي نفرايتس. إي. شو يصير عند المريض ساينس سيمبتومز؟ دكتور بالبوست؟ بالبوست، اي نعم. دكتور من راح يصير عند هذا المرض، راح يصير عند بروفلايفتريشن، يصير بالميزانجينال سيلز. شهد، شمس. نعم دكتور. شمس، انا قلت لك ساينس سيمبتومز، شنو يعني ساينس سيمبتومز؟ ها سيمبتومز، اوكي دكتور. يعني شو يصير عند المريض؟ شلون يجي للطبيب؟ دكتور يصير عنده بس دقيقة، يصير دكتور عنده هيماتوريا همينة. أيوة بعد. واليورين يصير دارك. زين وبعد. وبعد يصير عنده الأنتي بوديز مالته تصعد، موج تصير عالية عنده. زين هاي يسموها سيندروم، شو اسمها السيندروم اللي يصير عندهم؟ دكتور السيندروم اسمها ابروبت نفروتيك سيندروم. ماشي شكرا شمس. يعني أهلا ماجد. أهلا ماجد. حسين سالم علي. حسين عبد الكريم. سارة محمد صدام. سجا ميثم. سجا ميثم. شاكر صادق.
آه يا شباب أخذوا راحتكم بعد إحنا خلصنا. مثلاً إنه أنا اليوم قارئ أريد الامتحان، إنه يجوز يوم غير يوم ما قارئ. أنت من وش اسمك؟ إيناس. إيناس إيش؟ إيناس جواد. إيناس جواد. يعني أنت اليوم قارئ مسيطرة كل شيء؟ إن شاء الله. زين زين، شنو الفرق بين المينيمال تشينج ديزيز وبوست ريبتوكوكال؟ دكتور بالبداية المينيمال تشينج ديزيز هي نون بروفيلاتيف، ليش تكون بروفيلاتيف؟ زين شنو الفرق لهذا كلينيكال سيمبتومز؟ الكلينيكال سيمبتومز ليش تكون نفروتيك سيندروم، بينما البوست انفكشيوس تكون اكيوت نفروتيك سيندروم. زين عافية. بعد دكتور النفروتيك سيندروم هي راح تكون راح يصير عندنا بروتينوريا وهايبو ألبومينيميا، وممكن تكون عندي سيفير جنرالايز أديمة، بينما الأكيوت نفروتيك سيندروم هي راح تصير يعني أنجيو رينين أنجيوتنسين، فراح يصير هايبرتنشن أوليغوريا، راح يصير هيماتوريا. زين إيناس حاضرة محاضرتي اليوم؟ أي دكتور. زين بالرينال سيل كارسينوما اي دكتور يصير كلير سيل، يصير وبعد شي يصير دكتور كلي؟ عندنا هو ثلاث انواع، ممكن يصير كلير سيلز، ممكن تكون كروماتيك سيلز يعني اقل شيوعا، والنوع الثالث بابيلاري سيل. زين البارانيوبلاستيك سيندروم شنو يعني؟ نعم دكتور، بارانيوبلاستيك سيندروم اللي هو تكون ما ذكر دكتور مادة أصلاً، يعني أقرب شيء أقرب. زين أسألش يا إيناس شنو هي ليش اليو تي آي يصير أكثر بالفيميل؟ دكتور بالبداية اليورت بيكون أقصر، وأكو هرمونز تحمي يعني تحمي الفيميل، وعقد الذكور تكون بروستاتيك فلويد تحميها من اليو تي آي. يلا دروحي ناس. يلا دكتور شكرا.